أكدت معالي الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة عضو مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة رئيسة الدورة 61 للجمعية العامة، أكدت على أهمية انعقاد اجتماعات المجلس في مملكة البحرين بدعوة كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. كنا في اجتماع في نيويورك من مدة 6 أشهر، واقترحت على الجماعة بناء على رغبة جلالة الملك أن يكون الاجتماع القادم للمجلس في البحرين، لأن احنا حين من مدة يمكن من 6 أشهر ابتدأنا العمل بشكل رسمي في هذا المجلس، مجلس الرؤساء السابقين للجمعية العامة. فكانت لفتة كريمة ولفتة، يعني الرؤساء كلهم يعني عجبهم ان هم يغيرون عن نيويورك ويروحون في دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. هذه يبين على اهتمام هذه الدولة وهذا الجزء من العالم بما تقوم فيه الأمم المتحدة من أعمال ومن انتشار مبدأ حقوق الإنسان، انتشار مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية، أهمية العمل الدولي المشترك، أهمية ما تقوم به الأمم المتحدة في العالم وتأثيره على العالم. اجتماع مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة هو الدورة 77 للجمعية العمومية لهذا العام. تمخض عن المجلس 77 رئيسا حتى الآن، وقد توفي بعضهم، لكن ما يقارب من ثلثهم ما زالوا على قيد الحياة ويمارسون أنشطتهم. فنحن مجموعة من الرؤساء السابقين لجمعية الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذا الاجتماع في البحرين أول اجتماع خارج الولايات المتحدة، لذلك نحن ممتنون جدا للشيخة هيا، فقد كانت رئيسة الدورة 61 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ونود أيضا أن نشكر جلالة الملك على دعوتنا إلى البحرين للحصول على هذا. حسنا، البحرين مهمة جدا بالنسبة لنا، أنا كوري والعلاقات الكورية بالبحرين جيدة بشكل خاص. أنا سعيد للغاية، لكنني لست هنا بصفتي كوريا ولكن بصفتي رئيس مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودور البحرين في الأمم المتحدة مهم للغاية. على سبيل المثال، لعبت الشيخة هيا دورا مهما للغاية خلال رئاستنا في الأمم المتحدة، وأمل أن تستمر البحرين في لعب دور مهم في فعالية الأمم المتحدة.